اهلا بحضراتكم. نبتدي سريعا حلقتنا. مع تطور التكنولوجي الحادث والحاصل في العالم حاليا، ربما الجميع بيسال سؤال اظن احنا كمان بنساله احيانا، كيف يبدو شكل العالم بعد 50 أو 100 سنة؟ صحيح. اظن كلنا عندنا بعض المعتقدات، بعض الافكار اللي احنا استقيناها وان احنا جبناها او فكرنا فيها بالنظر للي احنا شايفينه دلوقتي. احنا بنتحدث عن انترنت الاشياء، بنتحدث عن التطور التكنولوجي، عن التقدم الحاصل في المعدات حتى اللي احنا بنستخدمها. وبالتالي هل في وظائف في المستقبل سوف نفقدها لصالح الروبوتس او لصالح الانسان الالي او لصالح التكنولوجيا الحديثة؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي بشكل يعني اكثر تحديد عن موضوع الروبوتس او الشخص الالي بشكل تحديدا. يعني لاس، هل في وظائف معينه ممكن يفقدها الانسان لصالح الانسان الالي؟ الحقيقه ان احنا شفنا مؤخرا انه في احدى القنوات الصينيه كانوا جايبين روبوتس عشان يقدموا نشره كامله لمده ساعه للاس ونوها، وقدموها يعني لوحدهم من غير اي مذيع جنبهم. الحقيقه زي ما انت كنت بتقول يا همام، في وظائف ممكن يجي روبوتس مكانها، وبالتالي هتاثر على وظائف وثروات بشريه كتير. لكن هنا بقى بيكمن يا للاس ونوها اهميه ان احنا نستغل، نشوف ايه الايجابيات بتاعه الروبوتس وايه السلبيات بتاعتها، ويعني نخلي الروبوتس في المجالات اللي هم يقدروا يشتغلوا فيها من غير ما ياثروا. حاجه زي المجال الاعلامي الحقيقه يا همام، موضوع الروبوتس اللي بيقدم نشره يعني ده تهديد وجود. انا عايزه اقول لك على حاجه، بس حاجه انا شايفه ان المجالات اللي ما ينفعش يكون فيها روبوتس هي الاعلام، لان الاعلام محتاج ان حد يكون عنده كاريزما، عندي حد يكون بيعرف يلقي، حد عنده روح، ودي لا يمكن تبقى موجوده في روبوتس يا للاس. يعني هو بشكل او باخر بسبب حاله طبعا من الخوف، مش بس على مجال او على صعيد الاعلام، ولكن الوظائف يعني بشكل عام، حتى وظائف الموظفين في الحكومات وما الى هنالك. عايزه اقول بسبب حاله الخوف دي، في دراسه برضو اتعملت يا همام في مركز روسي اسمه كاسبيرسكي، عمل دراسه استطلاعيه على الموظفين في عدد من الدول العربية، من مصر، الإمارات، وكمان السعودية. كان بيسألهم السؤال اللي أنت طرحته في الأول عن الروبوتات، وهل ممكن بالفعل تحل أو تأخذ يعني وظائف البشر العاديين ويكونوا يحلوا مكاننا يعني. كانت الإجابة إيه؟ كانت الإجابة في مصر تحديدا كل الموظفين كانوا خايفين فعلا من الموضوع ده، وقالوا أنه على مدار السنين وعلى يعني مرور السنين فعلا 75% منهم قالوا أنه لازم أو كل ما الروبوتات حتتطور بالتالي وظائف البشر حتتحدد، لازم سلوك الإنسان يعني يوازي ويناسب التطور اللي بيحصل في التكنولوجيا. هل عندك التخوف ده؟ ايه، هل انت متخوفه ان بعض الوظائف انت كمذيعه ممكن بعد 20 30 50 سنه يحل محلك روبوتس؟ بص، ما اعتقدش ده يا همام، مش للدرجه دي يعني. يعني حتى زي ما ليندا كانت بتقول ان فكره انه محتاج عناصر كده معينه يبقى موجوده في الريبورت عشان انت تقدر تتفرج عليه وحتى تتفاعل معاه، لكن هو موضوع التكنولوجيا عموما وتاثيرها على الانسان. يعني في نظرتين ليهم، في نظره متفائله نظرة متشائمة. النظرة المتشائمة بتقول لا، ان في فعلا وظائف هتنتهي تماما والروبوت اللي هيحل محلها. في نظرة متفائلة بقى بتقول لا، بالعكس، ده فيه هيتم استحداث وظائف تانية للبشر نتيجة لوجود الروبوت في وظائف معينة. يعني على سبيل المثال، مثلا لما كنا بنشوف مصانع السيارات زمان كان الانسان هو اللي بيبتدي يصنع فيها جزء بايده، دلوقتي الروبوت دخل في مصانع السيارات وبدأ يعني الماكينة عموما هي اللي بدأت تحل محل الإنسان، لكن الإنسان بدأ هو اللي يصنع الآلة دي، هو اللي يصممها، هو اللي يعمل على صيانتها. فأعتقد أنه نسبة أنه الروبوت يحل محل الإنسان في نسبة وفي وظائف فعلا هتنتهي. يعني في دراسة كانت معمولة بتقول أنه حوالي 75% أو 75 مليون وظيفة هتنتهي ويحل محلها الروبوت، وفي المقابل هيتم استحداث حوالي 130 مليون وظيفة مقابل الوظائف اللي انتهت دي. فأعتقد أنه موجود ده وده، شق إيجابي وشق سلبي، وإن كان بحكم التجربة السابقة مع التطور التكنولوجي. يعني لما كان في القطر البخار، الإنسان حدث نفسه وطور نفسه وأصبح يتعامل حتى مع ما بعد المرحلة البخارية أو العصر البخاري وما إلى ذلك. وبالتالي في عصر الإنسان أو في عصر التكنولوجيات الحديثة والمتقدمة والأكثر تطورا وإنترنت الأشياء وما إلى ذلك، الإنسان ملزم وهو سيفعل ذلك بلا شك، يعني أنه هو يطور من قدراته وإمكانياته بحيث أن يكون وجوده يناسب التطور أيضا الحاصل في المقابل مع التكنولوجيا. حاجة يا هي زي ما بتقول أيها، هو في تخوف فعلا من أنه موضوع الروبوتس تحل محل وظائف البشر، ولكن
زي ما قلتي برضو الموضوع ده يعني مش دلوقتي، علشان لسه الروبوتات دي محتاجة تتطور بشكل أكبر. التطور بقى سريع يا ليلى. بس يا همام اللي عايزة أقوله أنه بعد 400 سنة هناك توقعات، هناك دراسة قالت أنه بعد 400 سنة ممكن يطوروا روبوتات يعني تكون عندها نفس المخ البشري بالضبط، اكيد مش بالظبط بس اللي هو هيكون تطور كبير قوي. ليندا قالت قالت كلمه روح الانسان، روح البشر نفسها مش هتكون موجوده في تخيلي روبوت قاعد جنبنا اكيد لا طبعا بس انا عايزه بس انا عايزه اقول لك برضو على حاجه، انه الجميل ان العالم العربي عموما والمنطقه العربيه بدات تهتم بموضوع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، لانه المستقبل فعلا كله جاي للشق ده، علوم البيانات علوم الحاسبات زي ما بيطلقوا عليه نفط المستقبل. شفنا يعني هو ده المهم. شفنا في منتدى شباب العالم النسخه اللي فاتت وكان فعلا بيقدم المشروبات في القاعات والحاجات دي يعني. انا شايفه ان احنا زي ما عرفنا نتاقلم للتكنولوجيا اللي ظهرت بعد الكورونا، او ان احنا عرفنا نعتمد بشكل كبير قوي على التعليم الاونلاين، هنعرف نأقلم نفسنا ساعتها لما الروبوت يكون حاجه موجوده بشكل كبير. طيب في النهايه هذه الدراسه اللي تحدثت عنها ليلاس منذ قليل قالت ان 94% من الاشخاص اللي اتعمل عليهم الدراسه قالوا ان فعلا الروبوتس ممكن يحل محل البشر في المستقبل، لكن في المقابل ومن وجهة نظر إيجابية زي ما احنا كنا بنقول من شوية، إن التطور الكبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك سوف يجعل البشر بطبيعة الحال أكثر ذكاء وأكثر انتباها لهذه التكنولوجيا ويمكن حتى يطور من قدراته. سؤالنا النهاردة اللي احنا هنطرحه في هذه الحلقة، هل تفتكروا، هل تعتقد أن الإنسان الآلي، أن الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل البشر فيما يتعلق بالوظائف؟ هننتظر إجاباتكم على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.